يشبهها في الساحل، شكون في علمك هو المصنف الأول عالميا، وكنت عندي معها تجربة مقبل، حاولت أني يعني ندارك الخسارة تاعي، لكن المصارع كان قوي. مع العلم أني كنت أنا راجع من إصابة من تمزق في العضلة الخلفية للقدم، يعني كنت نسير نحظى الماكسيموم باش نلحق الألعاب الأولمبية، يعني نقدر نوقف في الألعاب الأولمبية. الحمد لله ما زال كاين الحظوظ إن شاء الله، دوك عنده هو النصف النهائي إن شاء الله يقدر يجوز في النهائي، إن شاء الله يكون عندنا فرصة للاستدراك ونقدر نعوضوا الخسارة هذه.